صباح الخير. حركة الكواكب اليوم هادية وهيك حيكونوا ساعة نهار، رغم أنه التفكير رح يسيطر على معظم الأبراج. الأبراج النارية هي الأكثر حظاً هيدي الفترة، ومنبلش فقرتنا مثل العادة مع برج الحمل. كل شيء ماشي مثل ما أنت مخطط له، الفرص كتيرة وحتأمن لك مردود إضافي لفترة طويلة. استغل أنك مش مضغوط بالعمل ولاقي وقت تتقضي أكثر مع أصدقائك وعائلتك. برج الثور، وقفت المشاريع يلي كنت عم تعملها بلا سبب واضح، رغم انك كنت عم تلتزم بالجدول المحطوط، لكن بعد فتره بتكتشف انه اللي صار لخيرك وانه كنت عم تتعرض لعمليه احتيال كثير كبيره، والسبب بوجهه نظر الشريك فهو كمان بخاف على مصالحك. عزيزي الجوزة، حاول قدم اقتراح جديد لمديرك بالعمل، فهو ناطر مبادرة منك. ما تستخف بقدرتك للوصول لمنصب مهم إذا اشتغلت على حالك. طلب المساعدة من يلي عندهم خبرة بمجالك، فهذا الشيء بيساعدك تتوصل لهدفك. جرب تسجل بنادي رياضي تتحرك جسمك أكثر. منكفي مع السرطان، أوقات لازم نتقبل الفشل بالعمل ونعرف نتعامل معه. كون شجاع واستفيد من يلي صار معك تما ترجع تكرر الغلط. رح تاخد قرارات قريبا بحياتك الخاصة وحيكونوا بمحلهم. قوم بالرياضة يلي ممكن تزيد لك ثقتك بنفسك. نوصل لبرج الأسد، انت ناجح بالعمل حتى ولو محصلت على تنويه أو مكافأة من المسؤولين، بس بينهم وبين نفسهم عارفين نوعية شغلك الممتازة. إذا ما كنت مرتبط صار الوقت للبحث عن شريك حياتك. بتتلاقى بمجموعة أشخاص بيعرضوا عليك الشراكة، خد آراء المختصين قبل ما توافق أو ترفض. العذراء، بالوقت الحالي انت متردد اذا بتفوت بمشروع عمل خاص فيك مع شغلك الحالي كموظف. المغامره حلوه، شرط تكون دارس المشروع منيح من كل جوانبه. انتبه على صحتك وحاول انه ما تتعب راسك بالتفكير. الميزان، ثقتك الزايده بالنفس رح توقعك بمشاكل انت بغنى عنها. ما تخلي الغرور يبعدك عن محيطك، عرف كيف تتصرف مع عائلتك واعطيهم الوقت الكافي تيحسوا بعاطفتك تجاههم. اهتم بصحتك لانه كثره السهر بتضرك. عزيزي العقرب، حماسك بمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، وبتترك بصمه بتميزك عن كل يلي اشتغلوا معك، بس تذكر انه نجاح المجموعه هو الاهم. ننتقل لبرج القوس، رح تواجه اليوم مشاكل بالعمل لكن بتتلقى الدعم بالوقت المناسب وبتثبت حالك. ما ترفض هالدعم وحتى لو انت بتحب انك تتكل على نفسك. اما بالنسبة للصحة لازم تنتبه على نوعية الاكل لانه معدتك حساسة. الجدي، الكل اشكال التعاون فعالة هالفترة لانه اهدافك بتوافق مع اهداف من حولك. استفيد من هالفرصة كونك بتتمتع بالصحة والحيوية، وبلش اول شيء بالعمل الخاص بالفريق. بتتعرف على شخص جديد ممكن يقلب لك حياتك للافضل. اما الدلو لليوم، يومياتك بهيدي الفترة بطبيعتها رايقة وكلها ايجابية لانك عم تتفاهم منيح مع كل الاطراف ان كان بالعمل او على الصعيد الشخصي. استمتع باللي عم تقطع فيه، خصوصي انك عم تكسب عاطفة الكل من حولك، وانتفع من هيدي الطاقة الايجابية لتتخلص من الضغط اللي عم تواجهه واسترجاع هدوءك. أما الحوت، كتير أمور ما بتمشي مثل ما مفروض فبتواجه شوية مشاكل. طول بالك وروق لأن مش مطولة هيدي الفترة. موه عن حالك ونظم السهرات والرحلات مع أصدقائك. مضى الوقت مع الشريك لأنك بترتاح نفسياً بوجوده حدك. أما مولود اليوم، طيب كتير، كريم، عصبي، متسرع، عفوي، صريح، مغامر، بيكره الكذب، مسامح، بحب السفر والرياضة، بينجح بالأعمال العسكرية أو الرياضية العنيفة، هاوي الشهرة والوجود تحت الأضواء، عائلته هي من أولوياته بالحياة، حنون وحساس كتير بس ما بيعبر عن مشاعره. أصدقائي هذه كانت كل معلوماتنا لليوم. أنا أحب أذكركم أوروسكوب إليان @hotmail.com هو الإيميل اللي فيكم تتواصلوا فيه معي وتسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكم، وأنا رح جاوبكم. بلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة من أوروسكوب.